التخزين ديالي في الرئيس. كيتفرج في التلفازة سيمان هو كيطلبني بهذا الفيلم ديال بوكيمون، غنمشي نطلع نتفرج انا وياه نضحكوا شويه. بلاتي حجاج. اشنو بغيت نهضر معاك فشي حاجه؟ هاك اش هادشي؟ كوميسير سعيد جا كيسول على خديجه. مسولش عليا انا؟ لا بغى خديجه على الموضوع ديال زينب. ياك لاباس يلا طلع. لا تلاقيتو في الباب؟ لا لا على وليدي. واش يلا طلع لبيتو؟ شنو علاقة خديجة بزينب؟ علاقة خديجة بزينب كانوا واخدين واحد الراجل واحد هو انا سميتو حجاج. وزعما الاختفاء ديال زينب ما تكونش خديجة عندها معاه شي لعيب؟ شوف حبيبتي ما كي كتدخلي راسك في شي حوايجات انت ما عندها علاقة بها، انت غير تهلاي لي غير في الوليد. زينب كانت عايشة معنا حرام الله رزقها ومشات فحالها، اش غنديرو نشدوها بزز؟ فراسك هادي واحد يومين تلاقيت زينب. سير حبيبتي ديري صايبي ليا شي قهوة. ما بغيتيش تعرف مرتك الأولى اش قالت عليك؟ اش غتقولي ليا؟ كانت عايشة معنا صحة وسلام، طجت ما بقاش عاجبها رزقها انا وخرجت فحالها. علاه كتعيط؟ كنعيط على الكوميسير سعيد نقول له راه مراتي تلاقات مع زينب ديك اللي كنتو كتقول قاتلها شي حد ودبات معها في شي موضوع عليا انا. حجاج؟ قاصحة؟ شكون زينب؟ القهوة اللي بغيتي. شكون قاصحة؟ كتدخل سوق راسها. الو الو اسمح لي اسمح لي والله إلا دازت الغلط بالله. شكرا. بس ما جيتي باش تبقاي ساكته؟ انا جيت عندك اليوم وبغيت ندوي بالعقل. مزيان نرجعوا شويه للور، انا وياك كنا كنبغوا بعضياتنا ومازال كنبغي كمان. ما دي عافاك ما تقطعنيش، خليني تنكمل هضرتي. واخا زيدي. كنا كنبغوا بعضياتنا انا وياك، وقعوا بيناتنا مشاكل، انت تزوجتي من موراها وقع اللي وقع، دخلتي انت للحبس، هادشي اللي ما بغاش نهضر فيه انا. تخرجتي من الحبس لقيتيني تزوجت، بغيت نطلب منك طلب واحد. عافاك خليني نعيش حياتي مرتاحه، ما تخلينيش ندم على النهار اللي بغيتك فيه.